حضرات السيدات والسادة، لقد أضحى في حكم المؤكد أن توفير الغذاء يشكل إحدى الانشغالات الأساسية التي يجب أن يبنى عليها أي نموذج تنموي يسعى إلى الاستجابة الفعلية لمتطلبات المواطنات والمواطنين، خاصة وأن موضوع الغذاء اكتسب طابعاً حقوقياً منذ سنة 1948، وقد ازداد الاهتمام دولياً بمسألة الغذاء مع تعاظم الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتزايد حدة التوترات العالمية التي انعكست سلباً على الإنتاج الفلاحي والحق في الولوج إليه في مناسبات كثيرة. فحسب تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو، فإن حوالي 690 مليون شخص أو ما يعادل 8.9% من تعداد سكان العالم كانوا يعانون من سوء التغذية في عام 2019. حضرات السيدات والسادة، ظهرت قيمة الأمن والسيادة الغذائية بكل وضوح خلال الترفية العالمية التي لازمت جائحة كورونا، إذ بدا للجميع أن توفير الغذاء لم يعد مجرد نشاط اقتصادي منتج للقيمة المضافة أو محركا للتنمية البشرية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية. على هذا الأساس ومن منطلق نظرة استباقية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أولت المملكة المغربية اهتماماً خاصاً بالقطاع الفلاحي وبدوره المركزي في تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الاستقرار المجتمعي وترسيخ السيادة الوطنية، حيث اعتمدت بلادنا منذ سنة 2008 مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية فلاحية طموحة وآلية ناجعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية المستدامة، إذ أصبح القطاع الفلاحي مع هذا المخطط ليس فقط مصدراً لإنتاج الغذاء، بل كأداة لتوفير فرص الشغل خاصة في العالم القروي، وكدعامة للرفع من الناتج الداخلي وتنمية الصادرات، وهو ما مكن من الرفع من كميات الإنتاج الفلاحي والزيادة في حجم الاستثمارات الفلاحية وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. وبدافع الحفاظ على هذه المكتسبات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر والرغبة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة ولا سيما تلك المرتبطة بظروف الطبيعية، اعتمدت بلادنا مخطط الجيل الأخضر كاستراتيجية جديدة مكملة للتنمية الفلاحية أكثر فعالية واستجابة للتحديات الطبيعية. تهدف هذه الاستراتيجية أساساً إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري وتحقيق استدامة تنموية فلاحية، وذلك عبر خلق جيل جديد من الطبقة الفلاحية المتوسطة والمقاولين الشباب في القطاع الفلاحي والتنظيمات الفلاحية، إضافة إلى الاهتمام بسلاسل الإنتاج وتحديث قنوات التوزيع وإدماج التكنولوجيا الحديثة ضمن بنية الإنتاج الفلاحي العام. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن أي سياسة فلاحية تستهدف تحقيق الوفرة الغذائية وبالتالي الأمن الغذائي لا يمكن أن تنجح دون وجود بيئة مشجعة على الاستثمار في القطاع الفلاحي، وهنا لا بد من التنويه بالميثاق الجديد للاستثمار والذي جاء إخراجه إلى حيز الوجود تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث يستهدف هذا الميثاق الواعد تشجيع وتنمية الاستثمار وتوجيهه نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية. وتقع الاستثمارات التي ترتبط بتحقيق الأمن الطاقي والغذائي أو المائي أو الصحي في صلب هذا الميثاق، حيث يشكل هذا النوع من الاستثمارات
أحد الغايات التي يستهدفها نظام الدعم الاستراتيجي، وهو أحد أضلاع مربع دعم الاستثمار. أصحاب السعادة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، تماشياً مع الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة المغربية، ستواصل الحكومة دعم ومواكبة القطاع الفلاحي لتعزيز قدراته على التكيف مع التغيرات المناخية الضاغطة المتمثلة أساساً في ندرة المياه نتيجة موجات الجفاف والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع تحلية البحر لأغراض فلاحية وباستعمال كامل للطاقات المتجددة، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع داخل أو سوس، بالإضافة إلى إنجاز مشروع طريق السيار للماء الذي يربط بين حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وبالموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على تطوير البحث العلمي وتسخير التكنولوجيا المبتكرة من أجل إنتاج فلاحي مستدام. وفي الختام، أتمنى لأشغال هذا المؤتمر كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.